يا أخي الباري حكيم ولا ما هو حكيم؟ حكيم. ومن دلائل حكمته أنه أمرنا بما سننجح فيه إن فعلنا. ما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلا لأننا إن فعلنا سننجح. كلمة وأولئك هم المفلحون دليل على ذلك. نعم، لكن بشرط عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لا نضع نصب أعيننا الوصول إلى مغنم، لا نضع نصب أعيننا تسخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدف سياسي، لا نبتغي قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننتصر لجهة جهة ممن نعم يسخرون لنا لهذا ضد ذاك، لا لا، نشتغل لواحد وهو من؟ إلهنا الذي سنلقاه عما قريب. بس إن نحن فعلنا هذا الباري عز وجل هو الهادي. عندما يراك وأنت قد أضمرت هذا القصد، قصد تقرب إليه بس، الإخلاص لوجهه، واتجهت إلى الحاكم إلى المحكوم إلى الناس مما كان تدعوهم إلى الله عز وجل، الباري ما بيتخلى عنك، يضع في كلامك سر القبول. أنا أتحدى من ينكر هذا الكلام الذي أقول، بس كن مخلص والعكس صحيح. أما أنا إذا حاطط ببالي تكتيك سياسي الوصول إلى هدف الانتصار لجماعة من جماعة إيه، والأمر بيقتضي منشان أنجح أني أتظاهر بأنه هون ممكن بدي هسور عليه والله، وأنا واضع نعم في جعبتي تحت إبطي أهداف أخرى مغانم تانية. الناس بيشموا مو بس بأنفهم، في إحساس حاسة سادسة لما بتأكد يلي أنت عم تحكي رأسا بيحس وبيشم قصدك من هذا الكلام، بيرضى عنك، هذا معروف وهذا موجود. كن مخلصا لله وقبل أن تقوم لتواجه هؤلاء الذين تأمرهم أن تنهوا عن المنكر صلي ركعتين لله وطول بالسجود وادعي له يا ربي أنا عازم على أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مثل ما كان حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يعمل. والله وما بحقك ما لي هدف إلا أنك ترضى عني، ما لي هدف إلا أنك تجعلني ممن قلت عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه مسلم. فيا ربي أعني على ما أقمتني فيه، نعم أعني بروح القدس من عند منك، وقوم وشوف بقى شوف كيف الله سبحانه وتعالى أولا بيحميك، ثانيا ربي عز وجل يضع القبول في كلامك في قلوب الناس. نعم، فهذا واجبنا أيها الإخوة، والتجارب دلت على ما أقوله لكم. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.